بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر كل الشكر للأخوة في اللجنة المنظمة بقيادة أخوي نواف الخالدي، أيضا الشكر لإدارة ملاعب العسوج على مساعدتهم لهذه الإدارة المميزة من قبل تهيئة الملعب بشكل مميز. اليوم نشاهد أيضا اللافتات الموجودة، رسائل جميلة بصراحة، وهذا هو الرسالة الأسمى والرسالة الأجمل في مثل هذه البطولات والتجمعات الشبابية، هي الرسائل للوطن، الرسائل لجنود الوطن، الرسائل أيضا لشهدائنا الله يرحمهم وتقبلهم إن شاء الله في الجنات الأعلى يا رب العالمين. نشكر إدارة ملاعب العسوج بقيادة أخونا الكبير أبو محمد، ولكل من يعمل في هذه المنشأة الجميلة على أيضا وقفتهم وعلى رسائلهم الجميلة، وعمل الإخوان في أعتقد في اللجنة المنظمة بقيادة أخوي نواف الخالدي. اليوم هي باكورة هذا العمل، نهائي جميل نشاهده في الشوط الأول، مستوى فني رائع للفريقين، وأعتقد بأن الشوط الثاني راح يكون أجمل وأروع إن شاء الله بصوتك الجميل أخوي عبد الله. أول شيء الله يعطيك العافية ومشكور على حضوركم شبكة الفارس في ملاعب العسوج، والحقيقة يعني على كلامك ما هي بأول بطولة، يمكن هذه رابع بطولة، لكنها كانت تغطيها شبكات أخرى يعني شبكة الفارس وكان إلا شبكة رأس النورة وشبكات أخرى، فمن جهة التنظيم والمباراة كانت ممتازة والفرق كانت المشاركة يعني قوية، وهذا شيء يدل على أنه فيه شباب صاعد وممتاز والحمد لله رب العالمين. أول شيء طال عمرك الحقيقة هذه رسائل توعوية إلى شبابنا الرياضي المتواجد دائما في جميع الملاعب في المنطقة الشرقية، وهذه الرسائل يعني توجيهها لشبابنا للحرص عليهم أنه الوطن اللي نحميه لا نستحق نعيش فيه، وكذلك جنودنا البواسل في الحد الجنوبي يعتبرون في قلوبنا، والشباب الرياضي كلهم يعتبرون فداء للوطن، فهذه رسائل توعوية دائما نحرص عليها دائما في ملاعبنا عن أضرار المخدرات، عن أضرار التدخين، عن أضرار الأذى. احنا نسعى دائما أن تكون يعني رسائلنا وملاعبنا توجه رسائل توعوية دائما من في كل مباراة، واحنا نحرص على الشيء هذا. والحقيقة أنا أقدم من الكثير للشباب لاحتضانهم وتفريغ طاقاتهم في هذه الملاعب بغض النظر عن المادة المالية، فأنا أسعى دائما إلى احتضان جميع الجمعيات الخيرية في المنطقة ولهم نسبة كبيرة في هذه الملاعب. الحقيقة عندنا كثير من الشباب ورواد هذه الملاعب، يعني نحاول أن احنا نعطيهم يعني جميع الإمكانيات، جميع الخدمات، نشجعهم، نحتضنهم، نوقف معاهم في جميع الإمكانيات، ندعمهم، وهذا الواجب علينا كشباب، لأنه دائما في ملاعبنا ما يقارب من الساعة 4 العصر إلى الساعة 12 بالليل يجي 600 لاعب، فهذا إذا كان في رسائل توعوية أن الرياضة فن وذوق وأخلاق نحتويهم، هذا شيء واجب علينا، وكل شيء يعني نقدمه في هذه الملاعب هي في خدمة الشباب في هذا الوطن الغالي العزيز وعلينا في قلوبنا، وهو الهدف الأساسي أنه أن الشباب هذولا نوقف معاهم ونحتضنهم، ويعطيك الف عافية. الحقيقة أنا أشكر جميع اللجان المشاركة في هذه البطولة على حضورهم وعلى مشاركتهم وعلى تنظيمهم وعلى التعليق والتحكيم، وكانت هناك يعني شباب فاهمة وإعلامية ومدربة على إدارة البطولة وعلى إدارة اللجنة، وأنا أتابعهم كل لحظات دائما متواجد معاهم وأشاهدهم بعد ما يغادرون، أرجع للكاميرا التصوير إلى أشوف هل في ملاحظات، هل في كذا، فالحقيقة كانت يعني شيء ممتاز وشيء يشرح الصدر أنه في يعني شباب مثلك يا أخوي يعني تديرون مباراة بكل صدق وأمانة وتعليق وتحكيم، وهذا المطلوب. شكرا لكم وشكرا لشبكة الفارس على حضورها دائما متواجدة معنا في جميع المباريات وفي جميع الشبكات، وهذا يعني لا يستغرب عليهم الأستاذ عوض يعني صاحب شبكة الفارس، دائما له جهود جبارة هذا اللي نأمله منهم، ويعطيكم ألف عافية وآسفين على أن احنا أخرناكم وأخذنا من وقتهم. شكرا لك. يعطيك العافية وشكرا لكم.